سوا ليدي ما دونا ليدي اهلا وسهلا فيكي بي زي زيبي ودي تبقى غريبة وانا لولا لعيبة ودي تبقى غريبة انا كنت ارقص بالعصا ارقص يا ولد طب رقص جمالك ليدي ميرسي ليدي مادونا اشتقنا لك انا اشتقت لك اكتر انا اكتر ولك طولوا بالكم روقوا وحده وحده تحكي يا عمي شو بيكم انتم مش مستقبلين حيلا حدا انتم مستقبلين الليدي مادونا يي ايه شو لكن هلا ليدي رح نبلش باول سؤال شو رايك بالمقوله المقوله اللي بتقول انه الرجال اذكى من المراه ايه شو أكيد أكيد الرجال أذكى من المرأة بكتير وإلا ليش اختار المرأة يعني أكيد الرجال أذكى وأنا ليدي مادونا وبعرف لولو أنا أذكى أنا كمان ما ليدي بيقولوا إنه المرأة بتركز على كذا شغلة بنفس الوقت والرجال بس بيركز على شغلة واحدة إيه شو ما مشان هيك يعني الرجال أذكى لأنه هلأ تخيلوا الرجال ومارتو قاعدين عم يحضرونا ويتفرجوا علينا هلأ المرة بتكون مركزة على كذا شغلة على شعراتكم ومكياجكم وأكسسواراتكم وسكربيناتكم وعيونكم وجمالكم بينما الرجال الذكي بيركز على شغلة واحدة واللي هي مهمة على ليدي مادونا ما أنا ليدي مادونا وتعبينة على اسمي كتير إيه شو لكن لا لا بيطلع فينا لأنه نحنا سكسي نحنا الأسكاس إيه وشو هلا ما في شك إنه أنتو كتير سكسي بس يعني مين اللي علمكن اللبس مين علم كل هالفنانات اللبس كل العالم تعرف إنه اللي علم اللبس هو الليدي مادونا وبعدين أنا ركزت مزبوط على الموضوع وليش فكركن حطيت كل خزينتي علي لأنه قلت العالم لما بدو يشوفوا أربعة مش لابسين وواحدة لابسة بمين بدو يطلعوا بالليدي ما مشان هيك ما أنا الليدي مادونا وتعبيني كتير على اسمي شو لكن مادونا سمعنيك انه لمحت انه كارول سمعها لطشت منك اسم الليدي وسمت حالها السيدة ايه شو ايه كارول بحق لها يعني كارول انا مثل ما بشوفها تعبين كتير على حالها وعلت اسمها واسم لبنان بالعالي بتستاهل كارول يعني انه بس في ناس مثلا ما بفهم مثلا انتو كيف الكن عين طلطشوا لاسمي انتو لطشتو نحنا ايه ايه يا عيني مش بس وحدة اربعة كيف الكن عين تسموا حالكن زي ليديز بلكن شغلي انتو اربعتكن بدكن ميت سنة ميت سنة لتعملوا ليدي وحدة مثل الليدي مادونا ايه شو لكن العمام وين جايبينن هول ايه شو لكن انا الليدي ما حدا غير الليدي